المجالس وصولا الى تركيز الغرفه البرلمانيه الثانيه وهي المجلس الوطني للجهات والاقاليم. بالنسبه للمجلس لتركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم، الانطلاق نتاعو يكون من المجلس المحلي، وهنا تكمن اهميه المجالس المحليه في انها القاعده التي ستبنى عليها جميع بقيه المجالس. يوم 25 فيفري ثم ملتقى، اليوم ملتقى في القاعد المركب الثقافي، اجتمعوا فيه بالفائزين في الدور الأول وفي الدور الثاني والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. اليوم باش نقدموا لهم ونوضحوا لهم كيفية تركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية والمجالس الأقاليم والمجلس الوطني والأقاليم، الشروط والاختصاصات وكيفية سحب الوكالة للأعضاء اللي ما التزموش بالبرامج نتاعهم. اختصاصات المجالس المحلية والجهوية ومجلس الوطني الأقاليم هي اختصاصات أكثرتها مركز على التنمية. بالنسبة للمجلس الوطني الأقاليم، المشاريع القوانين اللي تشترك فيها مع مجلس النواب.